يقول السائل: أخ سلفي يقرأ على المرضى تعاونا، وأتاه رجل من رؤوس أهل البدع بولده ليرقيه، فكان يرقيه وهو لا يعلم حاله أو يعتبرها دعوة، فعلم بعض إخوانه من أهل السنة بذلك فنهوه وشنعوا عليه فامتنع عن رقيته، فما العمل في هذه المسألة؟ العمل إن كان عبارة عن ولد ورقاه، إما أنه ما يعرف كما قال، أو أنه يعتبرها دعوة، أفعل الخير لعلكم تفلحون. أنه يرجى إن شاء الله أن تكون دعوة، وإن شفى الله ذلك الولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالأطفال يتعاون معهم ويرحمون، من لا يرحم لا يرحم قدر المستطاع. نعم.